قال الفاتيكان هذا الأربعاء إن البابا بنديكتوس السادس عشر يمكنه أن يغير القواعد التي تنظم الاجتماع المغلق للكرادلة لاختيار خليفة له. وقال الأب فيدريكو لومباردي المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا كان بصدد بحث إمكانية تغيير قاعدتين كان قد وضعهما سلفه البابا يوحنا بولس الثاني، وذلك قبل الإعلان عن استقالته في 28 من شهر الجاري. إذا كان البابا الجديد يسكن في مكان يبعد بضعة أمتار عن منزل البابا بنديكتوس السادس عشر، فإن عدم زيارته من حين لآخر أو رجوع إليه للاستشارة في بعض المسائل يعد إهانة له. يشار إلى أن البابا يوحنا بولس الثاني كان قد أصدر قرارا ينص على أنه يمكن عقد الاجتماع السري للكرادلة ما بين 15 يوما إلى 20 يوما بعد شغور الكرسي البابوي. البابا هو الشخص الوحيد الذي يحق له النظر في هذه المسألة، وبالتالي فحتى آخر لحظة قبل انسحابه مساء 28 من هذا الشهر فإن أي قرار يصدر عن البابا بنديكتوس السادس عشر سيكون نافذ المفعول. وسبق للأب فيدريكو لومباردي أن قال إن القواعد الكنسية التي تنظم مواعيد الاجتماعات المغلقة يمكن تفسيرها بشكل مختلف هذه المرة لأن الكنيسة تتعامل مع استقالة معلنة وليس مع وفاة مفاجئة للبابا.